اسطوانات فونوديسك اقدم لكم الشيخ محمد المرداسي والقصاصبة محمد اليسري والناس مش لغم بلهتو على الراي والجحار يدور ذي تنفع القضاء وذي للنانا وذي ليش ريها سعيد منصور مصرو مستنصر هيبة مرتبة راه راه ما يخفاش عنده الفوائد دسها اليوم المايمر بها يجود للناس ما يصيبوها ويأش عنده الفوائد دسها اليوم المايمر بها يجود للناس وما يصيبوهاش من هاي سيد ويفيد جهتو يعبر بخص الفيال طول الزمان وما تقضاش يزورنا يا لهنا شق ترسيت ويقور العافية والنجم بهما يدوى يا هاش يزورنا والهنا شق ترسيت ويقور عافية وأهل النجم بهنا يدويش يبغي لهنا يا الجيش قول ضده يا نحر هذا الخصيوال في سير العرب ما كاش إذا قياس فصحي اليوم راه مؤخر يا بام الإشارة ريح ما هوا يا أش إذا بقواج فصحي اليوم راهم مؤخر يا فهم لي إشارة الرحمة هواش يا فهم لي إشارة ارتكضت أهل العارة ومن نجدوه يا نور إذا وهذا يا قلحة وأهل وفي ساعة الضرورة صدورة فيهم تبرى فيه الكل غمرة يبرد الأغلال يتحملوا يضرورة للجي عمن جمرة يشوقوا يلا ضرب طرفيها يذبال اسلافهم ومرخ لا يفهم وزارة الطمع الكبرى الخيرها مزايا يا أمار أخلافهم وزارة الطمع الكبرى الخيرها مازال مطروح تحت يا نظرة وشوف ماذا يطرق الدين والخسارة ولا يقدر شيسان من طال عمره يا رحكام علي القدرة ليبيع يا وشرنج يومها سجايا بتخيلي جودك به لا تبطى واقف تبجه من عطيت الفوز يوم المحشر يوم انت عرق الخلق والقلوب عطاش ابجه من قيرة وكتوب يوم المحضر وبجه من عطيت السيف والتبطاش ابجى سيد الأمة الوهدي والآخر محمد المسمي عزيز ما يخفى يا إخ قدو تم نظم قرن الثالث عشر وريجين قواهي بيملاح ما يخفاش ربع يزيد عشر حساب ليها ظاهر بعد النبي يا المرسول رايح ما ولاش طيب وجوايا رحيذ زمان وانا صابر تعيت ما يا الراعي ميه عدي ما جاوش وربع يزيد عشر حساب
لي هذا بعد النبي المرسول رايح ما وليت قد دورتم نظم قرن الثالث عشر ورجل واحد يملاح ما يخفاش طاب وجوايا رحيد زمان وانا صابر عيت ما يا الراعي ويعد ما جاواش تركت الوجابات ونقطعت ولا خبر بين البحور ولا من يجي ولا يودي والفسد القيمي